شفت حفلة تامينو في مصر؟ ما شفتش؟ تعالى. واللي ما يعرفش تامينو هو مطرب بلجيكي وحفيد الفنان محرم فؤاد، وهو مطرب مشهور جدا في اوروبا وفي ناس كتير في مصر بتحبه. تامينو هيعمل حفله في مصر يوم 22 و23 سبتمبر، والحفله هتتعمل في الجامعه الامريكيه في التحرير، وتذاكر الحفله 500 جنيه و700 جنيه و900 جنيه، وممكن تشتري التذاكر عن طريق تيكت مارشي. بس خلي بالك تذاكر 500 و700 خلصوا، ما فاضلش غير كام تذكره من ابو 900. انت بقى عارف تامينو هتحضر له الحفله ولا اول مره تسمع عنه؟